مساء الخير. Bonsoir. Comment ça va, Hicham? Kifak? Va bien. Bravo. Très bien. Hicham, tu travailles? ولا شيء، بس عامل مشروع كتير مهم عم حضر له، يعني في قيد الدراسة حاليا. اوكي. شو هالمشروع؟ افتتاح مدرسة. مدرسة. مدرسة ابتدائي. مدرسة ابتدائي؟ شو خطر لك؟ أنا الخطر لي مدام إنه عفوا، بس شو كنا عم نحكي نحن؟ أها، أنت كنت عم بتقول عندك مشروع مدرسة ابتدائية. إيه مزبوط مزبوط، وأنا كنت عم بسألك شو خطر لك؟ مدام انت رجلة اعمال ورجال الاعمال الشطورين يعني بيعرفوا بعد كل حرب قديش البلد بصير فيها شغل، صح؟ صح. هذا هو. هشام، ركز معي لو سمحت. انا كنت طالبتك مشان غير شغلة، بس تفكيرك هذا اللي ما بيشبهك خلى يصير عندي فضول لحتى اعرف انت شو عم يخطر لك، شو عم تفكر. أعلك شو عم فكر، بدي أسألك سؤال. أهم مشروع الواحد بفكر فيه بعد أي حرب بالعالم شو هو؟ يعني شيء له علاقة بتجارة البناء، بتجارة الإسمنت، البلوك، هيك شيء. جوابك خاطئ. ها، إلا كان مدرسة ابتدائية؟ هذا الصح. ليش؟ والله لما تعرفي الجواب على الليش تبعك وقتها بتخلص الحرب نهائياً.